مطعم حي السماح، معناته السماح سماح شوي هم زين طبليط من غادي جاي، بس من الاخير ماكو طبليط، من هجيه ماكو طبليط، هسه الشارع الرئيسي من الاذاعه يفوت يطلع قبل هذا طبليط ماكو، مكسور كله مكسر، تعال شوفوا من داخل على الاولى تيجي على الداخل غادي، هسه وين هذا المستوصف شويه تعبروا؟ ما بين السماح والشقق ايضا ماكو هم ماكو نفس الشوارع، ما بين السماح والشقق هم ما في طبليط، والله نطالب على الاولى يجينا بعد شوارع وطرق يجونا. تحتاج ميه لي جوا ما بيها ميه. يعني بيت عمي لي جوا ما بيه ميه. بير حفر 55 متر وما طلع مي. زين تحتاج تبليط، خدمات ما بيها نهائيا. زين والله شلون احنا اهل التاكسيات مدمرنا دمار. شتاء صيف هذا، بس بالشتاء ما ينفع بيه وحل كله، هذا الطريق وذاك الطريق كله ما يراد. كله بهدله اخويا، هنا بهدله بهدله، الحياه هنا بهدله. الشارع اللي رابط ما بين حي السماح وما بين شقق الخضراء، احنا طلاب يجون للمدرسه، اطفالنا متبهذلين بالشتاء. وبالصيف طبعا نفس الوقت تاكسيات عوائلنا ما حد ما يجيبهم لي هنا، المنطقة مكسرة وتعبان الشوارع بيها، ماي ما عندنا ماي، يعني احنا لا يزورنا نائب، لا يزورنا سيد المحافظ، لا يزورنا استاذ مدير البلدية، يعني احنا نترجاكم اعتبرونا عوائلكم، اعتبرونا اهلكم، يعني احنا ما خلينا. جميع المواقع التواصل الاجتماعي الناشد اي نتيجة ماكو، احنا ما حد ما يقدر يصلنا، يعني احنا لا سيارات تقدر تفوت، تأجر ابو تاكسي من الشارع يقول لك انا ما افوت، وحق الرجال، يعني انت شوف هذا واقع، ومنطقه ملك صرف، مجاري بيها، كهرباء بيها، بالشتاء نهائيا ما تفوت سياره، نهائيا ما تصل سياره خلاص، وهي بيها مدخلين المنطقه، بيها مدخلين، المدخلين متهالكين، الشارع الرابط ما بين حي السماح وما بين شقق الخضراء.